بيبقى من الزوج بالإرادة المنفردة له، طلاق رجعي، بيروح لوحده للمأذون وبيطلق مراته طلاق رجعي. طول ما هي في فترة العدة يحق للزوج ان هو يرجعها دون موافقتها او دون رضاها. خلصت فترة العدة يبقى مش من حق الزوج ان هو يرجعها بعصمته الا بموافقتها وزواج جديد. تمام. طيب، في نقطة عشان سؤال بس انا بكلم السادة المشاهدين، اللي انا بقوله ده كله رجال القانون والسادة المحامين كله حافظينه وعارفينه احسن مني كمان. تمام. اللي فترة العدة المقصود بيها هي اقل فترة عدة اللي هي 60 يوم. يعني بمعنى لو زوج طلق زوجته رجعي يبقى اليوم 59 بالليل لا يحق له انه يرجعها. تمام. مش 3 اشهر عشان الناس ما تفهمش ان فترة العدة 3 اشهر. يعني دلوقتي الطلاق اللي هو مثلا وجها لوجه اللي هو الطلاق البائن اللي حضرتك بتتكلم عنه، الطلاق ده اللي هو مثلا خلاص وقع الطلاق بس بعد 3 طلقات طبعا.